يعني هو انا كده كده حالي معاكو سولد الاكزامبل اصلا، كنت عامل له ريكورد بس مش مشكله. ماشي، قولي بقى السؤال في صفحه 8. في اللاين فولتج انا مش فاهمة ال VBC ان هي equal ال VAB و negative 120 وال VCE نفس القصة برضه. هي تاني نفس الموضوع، احنا قلنا ايه؟ انا بجيب في اي بي تمام؟ وبعدين بعمل فيس شيفت 120 درجه. تعال نرجع شويه للرياضه البسيطه جدا جدا جدا، خلاص؟ لما انا بقول مثلا انا عندي حاجه اسمها 10 وانجل 30، رقم اسمه 10 وانجل 30، تمام؟ لو انا بقول عايز اعمل له فيس شيفت 90 درجه بالماينس، اترجمها ازاي؟ فبقول بضربه في واحد وانجل ماينس 90. كده انت عملت ايه؟ عملت فيس شيفت ماينس 90 درجه، فده ايكوال ل 10 وانجل ماينس 60. فدي طريقه الكتابه بتاعتها. لما انا بقول عايز اعمل فيس شيفت لبي سي 120 درجه، فبقول له ايه؟ فبقول له خد في اي بي ده واضربه في واحد، بس احنا مش بنحط الواحد تمام، وانجل ماينس 120. وضحت؟ تمام، شكرا ده لك. المعنى بتاعها، بس دي طريقة كتابة مش أكتر. ايوه تمام. إنما إحنا بقى نمشي بالطريقة اللي إحنا قلناها قبل كده. 30 دي الزاوية الابتدائية اللي أنا ببتدي بيها. اطرحي 120 تبقى ماينس 90، اجمعي 120 تبقى 150، خلصنا. تمام فهمتها كده. تمام؟ بس هي النقطة هنا في إيه؟ النقطة هنا في إيه؟ إن أنا بخليكي الأول تحسبي في أي بي، زي مثلا في أي بي ده طلع 13.5، شوف انا جايب اي رقم من اي حته، وانجل 27. خلاص، معنى كده ايه؟ لو انا عايز بي سي هتنزل ال 13 ونص زي ما هي، صح؟ وال 27 دي هعمل فيها ايه؟ هطرح منها 120. هو ده المعنى بتاعها. طب لو انا عايز اجيب سي ايه؟ هعمل نفس الكلام، هنزل ال 13 ونص وال 27 هجمع عليها 120 درجه. ماشي؟ تمام ده معنى كلمه الفيس شيفت، يعني ده كده انا عملت فيس شيفت لفيكتور معين، اديته زقيته كده لفيته 120 درجه. اوكي؟ تمام بس كده في ال 3 فيز ولا لسه في سؤال تاني؟ لا كده تمام دول. تمام، تعالوا نروح بقى للمحاضره بتاعتنا او لل مسائل بالمسألة بتاعتنا. نعمل شير. طيب يا جماعة، المسألة بتاعتنا دي أنا دلوقتي المفروض إن أنا خفيت البي دي إف وظهرنا السؤال بتاعنا. المسألة دي من ضمن المسائل المهمة جدا والظريفة جدا في الترانسفورمرز، وفهمها هيفهم عليك او يعني يسهل عليك حاجات كتيره ان شاء الله. بتقول ايه المساله دي؟ تعالوا نقرا الاول، لان القرايه هي اهم حاجه. بيقول لك انت معاك ترانسفورمر سنجل فيز، لان احنا ما خدناش غيره لسه، وبيقول لك الترانسفورمر ده 2300 ل 230. ايه ده؟ ده معناه بيقول لك ان الريشيو ما بين الهاي فولتج لللو فولتج 2300 ل 230، يعني التيرنز ريشيو بتاعتك بتاعت الهاي فولتج لللو فولتج هتبقى كام لو قسمت ال 2300 على ال 230؟ هتبقى 10. كويس كده؟ لا لسه نعرف مين البرايمري ولا السكندري ولا اي حاجه. طب اداك مين؟ مديك R1 R-2 X1 وX2 وRC وXM، مديك كل البارامترز بتاعت الترانسفورمر. كويس جدا، بس ستيل برضو ما قاليش دول ريفيرد لللو فولتج ولا الهاي فولتج. ولكن قال لك ايه بقى؟ قال لك السكندري لود امبيدنس. يعني ايه؟ يعني السكندري معروف هنحط عليه اللود، ده بديهي جدا. الامبيدنس بتاعتك بقى لما جه يحسبها لقاها كام؟ الرقم اللي قدامك ده زد ال اللي انت شايفه ده. طب ده معمول له ريفيرنج؟ خالص، ده ولا اي حاجه، ده الامبيدنس الحقيقيه اللي محطوطه عند السكندري. طب ده لو فولتج ولا هاي فولتج؟ ولا اعرف لسه، ماشي. فبيقول لك ايه؟ قال لك استخدم الاكزاكت ايكوفلنت سيركت، هنا حدد الاكزاكت ايكوفلنت سيركت، تمام؟ وقال لك وذ نومينال فولتج اكروس ذا برايمري، يبقى البرايمري بتاعك هو اللي عليه النومينال فولتج،
هنعرف يعني ايه النومينال فولتج كمان شويه. وقال لك ما بين قوسين ده الهاي فولتج سايد. يبقى ده بيقول لك ايه؟ البرايمري بتاعك هو الهاي فولتج سايد. واضحه كده. واللود بتاعك موجود على السكندري، يبقى ده مين؟ يبقى ده اللو فولتج سايد. يبقى اللود متوصل على اللو فولتج سايد والبرايمري بتاعي هو الهاي فولتج سايد. جميل جدا. ايه كلمه نومينال فولتج دي بالنسبه لنا؟ هي نفس كلمه ريتد فولتج اللي كنا بنشوفها ايام الدي سي ماشين. طيب عايز ايه؟ عايز 7 طلبات. الفولتج عند السكندري، انبوت باور فاكتور، انبوت باور، اوتبوت باور، كابر لوس، برايمري وسكندري، وكور لوس. 7 طلبات كتير جدا. اول حاجه بنعملها في مسائل الماشين يا جماعه ان احنا بنعمل خطوه اساسيه جدا جدا. ايه الخطوه دي؟ بنرسم الايكويفالنت سيركت على طول. طب الايكويفالنت سيركت الاكزاكت كان شكلها عامل ازاي؟ مبدئيا كده البرايمري والسكندري كان ليهم حاجه هنا اسمها ار1 واكس1 او جي اكس1 وار2 وجي اكس2، بس طبعا دول معمول لهم ريفيرنج ومدهم لي معمول لهم ريفيرنج ومعمول لهم ريفيرنج للبرايمري كمان خلاص اللي هو الهاي فولتج سايد، فما فيش عندي اي مشكله مش هحتاج احسب حاجه. وكان في هنا ار سي واكس ام واقفين كده، وكنت بوصل ما بينهم كالاتي. ادي السورس بتاعي، ادي اللود بتاعنا، اللود ده اسمه ايه الامبيدنس؟ اسمها زد داش ال. ليه داش؟ عشان انا عامل لها ريفيرنج. لفين؟ للبرايمري. طب السورس بتاعنا كان الفولتج اسمه ايه؟ كان اسمه وليكن في واحد. انا هنا استخدمت في واحد وهستخدم هنا في داش اتنين خلاص. وزي ما اتفقنا احنا قلنا ان في واحد ده ايكويفلنت لفي برايمري، سميها زي ما انت عايز. واتفقنا ان في 2 ده ايكويفلنت لفي سكندري في اس، سميها زي ما انت عايز. اللي انت عايز تستخدمه استخدمه، انا شخصيا بحب واحد واثنين اسهل على نفس الحسابات. طيب التيار هنا اي واحد، هنا تيار اي داش 2، هنا في تيار في النص كده ما بينهم اسمه اي نو لود او اي نود. الكرنت اللي ماشي في ار سي اي سي، الكرنت اللي ماشي في اي ام، في سوري في اكس ام هنسميه اي ام. ادي دي مين دي؟ دي الايكوفلنت سيركت بتاعتنا. كل البارامترز اللي فيها جيفن اللي هم ار1 ار2 داش اكس1 اكس داش 2 وار سي واكس ام، مفيش عندي اي مشكله خالص. ناقص مين؟ ناقص بس البرايمري بتاعي اهو، ما ترانسفورمر دوت تو تيرمينالز بتوعه، ادي البرايمري بتاعي. عليه كام؟ هو بيقول لي الريتد فولتج بتاع الهاي فولتج سايد. طب كام يعني؟ اهو اللي جيفن في المساله عندك في اول سطر دايما هتلاقيه. اللي هو كام الهاي فولتج؟ ال 2300. يبقى الفولت ده كام؟ 2300. طب وهنسيبه كده ولا ندي له انجل؟ في الاي سي لازم بدي له انجل. طالما هو قال لك الفولت ده كام يبقى انت هتفرض للفولت ده الزاويه بتاعته الصفر. من حقك او من حقك تفرض له زاويه. حلو جدا. في داش 2 بكام؟ ب 230؟ لا طبعا مش ب 230، هيبقى بكام؟ ده هو طلب منك تعرف في داش 2 وفي 2 بيساوي كام. طيب انا بعد ما انا حطيت الرسمه اللي قدامي دي وهحل، اخش بقى احل الحل بتاعي ده، عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الفولت بتاع السكندري، ده المطلوب الاولاني. طب مين الفولت بتاع السكندري ده اللي هو طالبه اللي هو في 2 بيساوي كام؟ طب في 2 ده اقدر اجيبه من الرسمه دي؟ خالص مش هتعرف تجيب في 2. امال هتجيبه ازاي؟ احنا كنا واخدين ايكويشن كده بتقول لي ان في داش 2 بيساوي التيرنز ريشيو ايه في في 2. مين التيرنز ريشيو بتاعتك؟ جبتها منين يعني؟ احنا عاملين ريفيرنج من السكندري مودينه البرايمري، من اللو فولتج للهاي فولتج. يبقى اذا التيرنز ريشيو ايه اللي احنا كنا فرضينها من الاول صح على فكره، اللي هي الهاي فولتج على اللو فولتج، يعني ال 2300 على ال 230 تطلع ب 10. يبقى الـ AD كونستنت وهيفضل معانا ثابت وب 10. لو انت عرفت تجيب في داش 2 يبقى الانون الوحيد بالنسبه لك في 2 تقدر تحسبه. خد بالك بس من الكلمه دي، ايه هي؟ انا بقول لك انا عايز السكندري فولتج، ما بقولكش عايز الفولتج بتاع السكندري ريفيرد للبرايمري. تفرق؟ اه هتفرق. لو في امتحان ودي عليها 3 درجات ممكن تلاقي نفسك نقصت درجه كامله
لو انت ما عملتش الخطوه دي، لانك ما انتش فاهم ايه الفارق ما بين السكندري فولتج والفولتج ريفيرد للبرايمري او للسكندري. اه دي بتفرق، اه دي بتفرق، تلاقي نفسك ناقص على الحاجات دي. اه بننقص احنا على الحاجات دي، انا زي ما قلت لك اهم حاجه عندي تبقى فاهم. طيب الفولتج في 2 ده قلنا هنجيبه لما هنعرف في داش 2، اجيب في داش 2 ازاي اصلا بقى؟ قال لي خلاص يا عم المساله دي مساله سيركتس، حلها زي ما انت عايز، عندك كي سي ال كي في ال، عندك مش عندك اي طريقه من الطرق اللي انت السيركت ريدكشن اشتغل بيها. طبعا في ناس منكم فراوده في السيركتس وحريفه في السيركتس فبيحلها بالطريقه اللي هو عايزه، ولكن الاهم بالنسبه لي تحلها في الوقت المناسب. طب مين الوقت المناسب بالنسبه لنا؟ قال لي ان انت تعمل الايكويفالنت سيركت وتعمل السيركت ريدكشن. طب السيركت ريدكشن اللي احنا هنشتغل بيها ازاي وهتعمل ايه؟ قال لي مبدئيا كده في داش 2 ده هيساوي التيار اي داش 2 في الامبيدنس بتاعتنا زد بتاعت اللود ومعمول لها داش هي كمان. طب هو الامبيدنس بتاعت اللود بتاعتنا كام؟ انا اللي جابها لي او اللي اداها لي زد ال، انما الاكتوال امبيدنس اللي عندي في السيركت زد داش ال. اعرف اجيبها طبعا، هي عباره عن اي سكويرد زد ال. طب الاي بتساوي كام؟ بتساوي 10، هعمل لها سكويرنج واضربها في الامبيدنس زد ال 0.387 زائد جي 0.29. تعرف تحسبها؟ طبعا هتعرفوا تحسبوها، وانا فارض ان انتوا الكومبلكس نمبر من الكالكوليتر تعرفوا تحسبوها ببساطه شديده. طيب بعد كده المفروض اعمل ايه؟ اعمل سيركت ريدكشن. طب هعمل سيركت ريدكشن لمين؟ للدايره الكبيره اللي انت شايفها قدامك دي. الدايره الكبيره اللي انت شايفها قدامك دي ما تيجي نبسطها كده، يعني ايه رايك نسمي دي كده زد 1 ونسمي ده كده زد 2 ونسيب دي زي ما هي زد داش ال، ونسمي البرانش البارلل ده كده نسميه مثلا زد نون. هتشوف دلوقتي ليه انا عامل كده، والطريقه دي تقدر تمشي بيها في كل الحل بتاع المسائل اللي انا ما عنديش ايكوفلنت سيركت ثانيه اقدر اضحك عليك بيها. فناخد السيركت دي نبسطها، فهقول والله ادي عندي زد 1 وعندي زد داش 2 وعندي زد نود وادي السبلاي وادي اللود بتاعنا زد داش لود وادي الفولتج ده بي داش 2 وادي التيارات بتاعتنا مش هتتغير اي 1 اي داش 2 والتيار ده خلينا نحطه تحت هنا اي نود والفولتج بتاعنا ده 230 2300 وانجل 0. طبعا اللي قاعدين مركزين دلوقتي ومتابعين معايا هيلاقوا ان البونص بتاعهم جاي لهم في خلال ثواني، مش محتاج ان هو يفكر كتير، لان الحل هو انت هتكرر انت الكلام ده تاني، فاللي قاعد حتى بيكتب ورايا هيلاقي نفسه الموضوع سهل بالنسبه له. طب ايه اللي احنا يعني، انا مش عايز بس اشوقكم كتير على البونص، هو سهل يعني بس ركز، بس عايزك برضو تفهم هنعمل احنا ايه. احنا هنحاول نعمل سيركت ريدكشن بحيث ان احنا نجيب التيار اي 1 والتيار اي داش 2 بحيث ان احنا نحسب في داش 2، هو ده الاساس بتاعنا. طب السيركت ريدكشن هيبتدي ازاي؟ قال لي مبدئيا كده زد نود اللي انت كاتبها لنا دي هي عباره عن اتنين امبيدنس بارلل لبعض، فانا عندي زد نود دي مبدئيا كده اكتب كده ار سي بارلل لجي اكس ان، يعني دي بقوانين السيركت ارجع افتكر بقى هيبقى ار سي في جي اكس ان على ار سي بلس جي اكس ام، وبرضه انا مفترض ان سيادتك بالكالكوليتر تقدر تحسب الكلام ده بمنتهى السهوله من غير اي مشاكل. ادي خطوه. الخطوه الثانيه انت عايز تجيب زد ايكوفلنت، تجيب زد ايكوفلنت فين؟ هجيبها منين؟ الايكوفلنت لمين؟ من انهي حاجه؟ انا هجيب زد ايكوفلنت لكل الدايره دي كده ما بين الطرفين دول. طب دول اجيبهم ازاي؟ بص كده هتلاقي شويه سيريس وبارلل مع بعض بمنتهى البساطه تحلهم. هتاخد الزد 2 مع الزد داش ال دول كده مع بعض سيريز في الاول، صح؟ وبعد ما تاخدهم سيريز تاخدهم بارلل مع زد نود، ارجع بقى افتكر السيريز والبارلل. وبعد ما تاخدهم الاثنين مع بعض بارلل تاخدهم سيريز مع مين؟ مع زد 1. اظن مساله سيريز بارلل سهله، يعني كان زمان بيديها لك كده بالمنظر ده كده، لو انتوا فاكرين كانوا يدوكوا دايره بالمنظر ده كده ويقول لك يلا هات لي الايكوفلنت سيركت، روح واخد دي مع دي سيريز مع دي بارلل بعد كده مع دي سيريز وتحل
المسألة. فهتيجي بس احنا هنكتبهم بقى، هنقول ايه؟ هنقول ان انا خدت الاول زد داش ال وزد داش 2 خدتهم مع بعض سيريز. ليه انا بعمل كده وماشي بالملل ده؟ عشان دي هتتقلب لارقام والارقام ممكن تلخبطك. بعد كده هاخدهم بارلل لزد نود. بعد كده هروح واخد المحصلة كلها اللي طلعت واخدها سيريز مع زد 1. تطلع لك مين؟ تطلع لك زد ايكوفلنت. عشان ما بقاش انا شغال برموز طول الوقت، انا هجيب لكم الارقام بتاعتها قيمتها عامله ازاي. فبعد ما انا حطيت ضربت كل الكلام ده على الكالكوليتر، وخد بالك انت شايف الموضوع سهل دلوقتي بس على الكالكوليتر بياخد وقت، يطلع لك زد ايكوفلنت بالرقم اللي قصاد حضرتك ده 42 وشويه وانجل 33.67. طيب هنعمل ايه؟ قال لي بعد كده بعد ما انت طلعت الايكوفلنت امبيدنس، يبقى انت حولت الدايره دي لدايره عباره عن سورس وامبيدنس اسمها زد ايكوفلنت، ماشي فيهم تيار اسمه اي 1 والسورس ده اسمه 2300 وانجل 0. يبقى التيار اي 1 2300 وانجل 0 اللي هو في 1 على زد ايكوفلنت، وتروح تحسبه يطلع لك ان اي 1 ده بتقريبا 54 امبير. طبعا ما تنساش الانجل بتاعتك، ادي اي 1 هيطلع لك بحوالي 54 امبير. فتحسب التيار ده في ثانيه، فولت على كارنت. طب وبعدين؟ قال لي الخطوه اللي بعد كده انا عايز احسب اي داش 2 بيساوي كام. طب هو فين اي داش 2 في الدايره؟ اللي ارجع افتكر كده، اي داش 2 اهو، عملت لك زوم عليه اهو، ادي اي داش 2 اهو. احسبه ازاي اي داش 2 ده؟ فقال لي عندك كذا طريقه، بس انا بقول لك اسهل طريقه اللي بتجيب من الاخر، اشتغل بالكرنت ديفايدر. كرنت ديفايدر فين؟ فين الكرنت ديفايدر بتاعك؟ اللي شايف اي 1 ده هيخش كده يتفرع لاي نود في الامبيدنس اللي اسمها زد نود، وهيتفرع لاي داش 2 في الامبيدنس اللي فيها زد داش ال وزد داش 2. طيب وبعدين؟ قال لي خلاص دول تو برانشز ان بارلل تقدر تطبق عليهم الكرنت ديفايدر. يبقى هقول له يوزنج كرنت ديفايدر اي داش 2 هيساوي ايه؟ الكرنت التوتال اي 1، وبعد كده هضربه في الكرنت ديفيجن ريشيو اللي احنا كنا بناخدها زمان. طب مين؟ فوق هنا هحط زد نود اللي التيار مش ماشي فيه، وبعد كده تحت هحط زد نود وهحط الامبيدنس اللي التيار ماشي فيها. طب هو اي داش 2 ماشي في مين؟ ماشي في زد داش 2 وزد داش ال، مش ماشي في واحده فيهم بس. فطبعا اي 1 معاك ومعاك انت زد نود وزد داش، كل الامبيدنسز معاك، فتقدر في ثانيه واحده فقط تجيب التيار اي داش 2 هيساوي كام. تروح تحسب اي داش 2 وتعمل التعويض العظيم ده، يطلع لك القيمه بتاعت اي داش 2 ب 46 امبير وشوي. طب يا كده هل انت حليت؟ اوعى تنسى، ما تسرحش، جبت اي داش 2؟ هقول اه والله. بعد كده هجيب في داش 2 اللي هو هيساوي اي داش 2 في زد داش لود، تروح تحسبه تلاقيه طلع معاك بالرقم ده. ده مهم جدا عندي الرقم ده جدا ان انت تبص عليه وتركز فيه. هل الرقم ده يا جماعه منطقي؟ في داش 2 ده طالع معايا 2231.5، هل الرقم ده منطقي؟ اه طبعا منطقي. منطقي ليه؟ انا كان في 1 اصلا السورس بتاعي 2300 ونزل معايا الفولت ده ل 2231. ليه؟ قال نتيجه الدروب اللي موجود على ار 1 واكس 1 وار داش 2 اكس داش 2، دول واقفين في السكه مش بيهزروا، دول بيعملوا فولتج دروب. طب هل انت كده جبت اصلا الفولت بتاع السكندري؟ خالص، انت الفولت بتاع السكندري بتاعك هو بي 2. بي 2 ده عباره عن ايه؟ في داش 2 على ايه؟ يعني هتقسم الرقم ده على كام؟ على 10، فهيبقى 223.15. طب والانجل؟ لا الانجل هتنزل زي ما هي مش هيحصل لها اي حاجه. يبقى في الاخر خالص الفولتج بتاع السكندري 223.15.
طب هو الفولت بتاع السكندري كان ده ميك سنس يعني بالنسبه لي، ولا ده كده اي كلام اي رقم هقبل بيه؟ قال لي بص انت البرايمري لما بيكون 2300 اكسبكتد في الايديال كيس ان السكندري يبقى 1230. كون ان هو بقى 223 ده طبيعي جدا، طبيعي جدا. ليه؟ عشان الترانسفورمر بتاعك ده مش ايديال ترانسفورمر، ده ترانسفورمر فيه لوسز، ففي فولتج دروب حصلت، الفولتج دروب دي ادت لك عملت لك المشاكل وعملت لك حوالي خصم 7 فولت من الفولتج اللي انت كنت المفروض تاخده. كده الرقم ميك سنس، الرقم ميك سنس جدا جدا جدا، وده السكندري فولتج ما فيهوش اي حاجه. ماشي يا جماعه؟ طيب المطلوبين اللي بعد كده كان طالب هو مننا ايه؟ كان طالب مننا حاجتين، الحاجه الاولانيه يعني لا حاجتين ايه، ده طالب مننا 7 حاجات. الانبوت باور فاكتور والانبوت والاوتبوت باور، هناخدهم كلهم كده مره واحده من 2 لـ 4 دول. بعد العذاب اللي انت اتحزبته في الخطوه رقم 1 هتلاقي بعد كده كله جاي سهل. عايز ايه هو؟ بيقول لك الانبوت باور فاكتور. الباور فاكتور بتاعت الانبوت يعني الباور فاكتور بتاعت البرايمري كلهم نفس الاسم. يعني الباور فاكتور بتاع السبلاي، ايه الباور فاكتور ده؟ قال لي كوزاين الزاويه اللي اسمها فاي، وبما اننا بنقول برايمري هنسميها فاي 1 اللي هي برضو مين بار، يعني كوزاين مين يعني؟ مين فاي 1 دي؟ قال لي دي زاويه الفولت ماينس زاويه الكرنت، انهي فولت وانهي كرنت؟ الفولت في 1 والكرنت اي 1. طب في 1 كانت زاويته كام؟ صفر، لان ده السورس بتاعنا. واي 1 ده زاويته كام؟ قال لي اطلع فوق شويه كده اهو، لو طلعنا فوق شويه صغيرين ادي ادي التيار اي 1. الزاويه بتاعته كام؟ 33.67، يبقى ماينس 33.67. فانت كده عرفت تطلع فاي 1 بتساوي كام؟ تطلع بتساوي كام؟ تطلع بتساوي 33.67 ديجري. تجيب لها الكوزاين يبقى انت كده عرفت تطلع الباور فاكتور. ثانية واحدة طلعت معاك. طب الخطوة اللي بعديها قال لي الانبوت باور. يعني ايه انبوت باور؟ يعني برضه الباور بتاعت السورس او الباور بتاعت البرايمري. خد بالك من التلاعب بالالفاظ. اجيبها ازاي؟ قال لي عندك 5000 طريقة، بس انت عندك الفولت في 1 وعندك التيار اي 1 ولسه انت حاسب كوزاين فاي 1، فتعويض مباشر خلاص. اول واحد ده ب 2300، اي واحد ده كان طالع معانا بكام؟ كان طالع معانا ب 54.6 اهو، وفاي 1 انت لسه حاسبها من الخطوه اللي قبليها. تعرف تحسب الباور؟ اعرف احسب الباور. هتطلع الباور معاك بكام؟ هتطلع معاك الباور بتاعتك ب 104.23 كيلو وات. انا بكتب لكم الارقام عشان تبقى انت حاسس الارقام هتطلع عامله ازاي وتقارنهم ببعض. هتقارنهم ببعض ازاي؟ لما تيجي تحسب الاوتبوت دلوقتي، متوقع الاوتبوت لازم يطلع اقل من الانبوت لان في لوسز. طب الباور بتاعت الاوتبوت اللي هي بتاعت اللود اللي هي بتاعت السكندري هيبقى بتساوي كام؟ قال دي بتاعت اللود يعني بي داش ال واي داش ال في كوزاين الزاويه بتاعت اللود. قال لي طب ما هي بي داش 2 واي داش 2 لان هم نفس التيارات في كوزاين فاي 2. عندك دول طبعا بي داش 2 ده انت لسه جايبه من شويه بكام؟ اطلع فوق هتلاقي نفسك لسه حله دلوقتي اهو. ادي بي داش 2 ب 2000 وشويه 2223 او سوري 2231. واي داش 2 برضه انت لسه حاسبه في الخطوه اللي قبليها كان طالع بكام؟ ب 46.14. طب والزاويه فاي 2؟ قال لي فاي 2 دي زاويه الفولت في 2 ماينس زاويه الكرنت اي 2. زاويه الفولت في 2 كام يا جماعه؟ اهي في 2 الزاويه بتاعتنا نيجاتيف 1.07، وزاويه الكرنت بتاعنا نيجاتيف 37.9. نضربهم في بعض؟ اه نضربهم في بعض، وبعد ما نضربهم في بعض هنطلع الاوتبوت باور هتطلع ب 82.4 كيلو وات. اجي ابص كده عليها هلاقي ان الاوتبوت باور طالعه لي 82.4
0.4 كيلو وات. طب والانبوت كانت كام؟ 104.23 كيلو وات. معنى كده ان الافشنسي اللي انا ممكن اطلبها منك هيبقى 82.4 على 104، يعني تقريبا حوالي 80%. فانا ممكن في الخطوتين دول اروح مختصرهم واقول لك ايه، احسب لي الافشنسي على طول. تمام. طيب يبقى احنا كده الفولتج جبناه، الكرنت سوري الانبوت باور فاكتور والباور جبناهم، فاضل البرايمري لوسز والسكندري لوسز والكور لوسز. ايه دول؟ ايه البرايمري كابر لوس والسكندري كابر لوس والكور لوسز؟ قال لي تعالى بص كده على الايكوفلنت سيركت. البرايمري كابر لوس، كابر لوس يعني نقصد النحاس، يعني نقصد الماده اللي مصنوع منها المقاومه. يبقى اذا بتكلم على اللوسز اللي موجوده في المقاومه، يبقى اذا بتكلم على اللوسز بتاعت ار واحد. ده كده بنسميها ايه؟ بنسميها البرايمري لوسز. طب السكندري لوسز يبقى بتاعت ار داش 2. طيب الكور لوسز مين الريزيستنس اللي كانت بتعبر عن الكور؟ ار سي. يبقى احنا كده ما بين قوسين نقدر نكتب ان البرايمري كابر لوس، يبقى دي كده انت بتتكلم في الريزيستنس ار واحد، هنا بتكلم في ار داش 2، هنا بتكلم في الريزيستنس ار سي. طب ار واحد مش ماشي فيها اي واحد، يبقى الكابر لوس اي واحد سكويرد، وهنا اي داش 2 سكويرد طبعا نعملها تربيع، وهنا الكرنت اي سي يبقى اي سي سكويرد. هل دول معانا؟ يعني هل القيم دي معانا؟ اه طبعا ار واحد وار داش 2 دول جيفن اصلا، واي واحد واي داش 2 انت لسه حاسبهم في الخطوات اللي فاتت. يتبقى مين اللي مش معاك؟ اي سي. يبقى احنا هنروح نحسب دلوقتي التيار اي سي. هو فين اي سي ده؟ ارجع تاني للايكوفلنت سيركت وشوف اي سي ده هجيبه ازاي. فاجي ابص تاني كده على المساله، الاقي ان انا معايا اي واحد ومعايا اي داش 2 خلاص. ولو طبقت كي سي ال هنا كده هقول له اي واحد ده بيتقسم لاي نود واي داش 2، يبقى اقدر احسب اي نود. طب وبعدين؟ قال لي فاكر الكرنت ديفايدر؟ اه هنعيش بيه كتير قوي. اللي تقدر تحسب منه اي سي بيساوي كام؟ ازاي يعني؟ اي نود اصله هيتقسم لار سي واكس ان، فتقدر ان انت تحسب هيتقسم بين ار سي واكس ان، فتقدر تحسب بالكرنت ديفايدر برضه اي سي. تعال ناخدهم واحده واحده ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. مبدئيا كده الخطوه رقم 5 و6 دول سهلين. 5 يقول لك الكابر لوس عند البرايمري، فهتقول له خلاص ده بيساوي اي 1 سكويرد في ار 1. اي 1 جبناه 100,000 مره، ار 1 معانا بثانيه هحسب الايكويشن دي. 6 الكابر لوس عند السكندري اي داش 2 في ار داش 2، وبعمل طبعا سكويرنج معايا الاثنين من الخطوه اللي فاتت، خلصانه دي في حسبه واحده. طيب الكور لوس، قال لي الكور لوس يعني التيار اي سي سكويرد في الريزيستنس ار سي. طب ار سي جابه، اي سي اجيبه منين بقى؟ قال لي واحده واحده زي ما احنا اتفقنا. احنا قلنا هنقول كده في برانش عندنا بالمنظر ده اسمه اكس ام وار سي، ما تنساش هنا في جي. التيار اللي ماشي فيهم ده كده اسمه اي سي، وده كده اسمه اي ام الماجنتيزيشن كارنت، والكارنت ده اسمه اي نود. لو انت تعرف اي نود بالكرنت ديفايدر تقدر تجيب اي سي. طب قلنا نجيب اي نود ده ازاي؟ قلنا هنروح نطبق كي سي ال، وكي سي ال بتقول لنا دايما ايكويشن معروف اي نود بلس اي داش 2. طب اي داش 2 معاك واي واحد معاك، تقدر تطلع من هنا اي نود. طب جبت منين اي واحد واي داش 2؟ اهم احنا ما تنساش احنا جبناهم وتعبنا اصلا واحنا بنجيبهم، واحد ب 54.6 والتاني ب 46.14. طبعا ما تنساش الزوايا بتاعهم، ما تطرحش الماجنتيود بس. طب جبت انت اي نود، هرجع بقول له كارنت ديفايدر، يبقى اذا اي سي هيساوي التوتال كارنت اي نود في حاجتين. انت عايز تحسب الكارنت مين؟ اي سي اللي ماشي في ار سي، يبقى فوق هنا حط جي اكس ام، وبعدين تحت حط ار سي بلس جي اكس ام. طبعا اي نود معاك وكل دول معاك، تقدر تطلع اي سي. تخلص الحسابات بتاعتك وتحسب الكور لوسز، هيطلع لك الكور لوسز بحوالي 20.5 كيلو وات. ماشي يا جماعه؟ طيب في حد عنده اي سؤال؟
كله تمام يا جماعة، انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا تمام يا تمام دكتور. يا دكتور. خدوا بقى السؤال، ايه الهدية البونص للناس اللي حضرت دول، تمام؟ ايه السؤال بقى البونص الهدية دون وهيتسلم ازاي؟ انت شفت احنا تعبنا ازاي في الايكويفلنت سيركت دي، تمام؟ انا قلت لك دي اسمها ايه؟ قلت لك دي اسمها الاكزكت، صح؟ انا هطلب منك طلب هديه فقط للناس اللي ايه، ال 15 واحد اللي معانا دول، تسهيلا ليهم عليه درجتين. هتحسب لي تاني السكندري فولتج، بس بدل ما تستخدم الاكزكت ايكويفلنت سيركت هتستخدم الابروكسيمت ايكويفلنت سيركت، اللي هي كان شكلها عامل ازاي الابروكسيمت ايكويفلنت سيركت دي للناس اللي حضرت معانا. وبرضو عشان ابقى سهلتها عليكم، وخدوا بالكم انا مش هاخد البونص غير من الناس اللي حضرت بس، كده كده الاتندنس اصلا ظاهر وعندي، فكده كده اي حد تاني من اللي ما حضروش بعد انا مش هاخد الاجابه بتاعته. فدي عندك ار ايكويفلنت ودي اكس ايكويفلنت. انا عايز في داش، عايز في 2، خد بالك انا عايز في 2. وادي عندك زد داش ال، انا كده كده حسبت لك كل حاجه، وار سي عندك، جي اكس ام عندك، السورس عندك 2300 وانجل 0، كارنت اي 1، كارنت اي داش 2، عشان بس ما تفتحش حتى البي دي اف بتاعت المحاضره اللي فاتت، اي نود مش هتحتاجه اصلا، اي سي، اي ام برضو مش هتحتاجهم، خلاص. وعايزك تحسب لي في 2 دون بيساوي كام؟ في 2 يا جماعه مش في داش 2، خلاص. وبعد ما تحسبه تمام وتحله انت كده كده انا مديك في داش في 2 بالحل بتاعنا كان كام اهو، قبل ما نقفل اكتب كده 223.15، سجلها كويس. هتقارن بقى هل الفولت ده طلع قريب منه ولا متساوي، واللي طلع بعيد عنه خالص اكسبكتد ايه؟ اكسبكتد ان هو يطلع قريب منه. هتيجي بغششك الاجابه كام بالظبط، ما اعرفش، انت اللي هتحسب. ويبقى الفارق ما بينهم ده الايرور ما بين طريقه الاكزاكت وبين طريقه الابروكسيمت. يبقى تاني يا جماعه انا مش طالب منك غير حاجه واحده بس، تحسب لي الفولتج في 2 بيساوي كام؟ في 2 مش في داش 2، وتقارنه لي بس بالفولت بتاع الايه؟ الحل اللي احنا لسه حالينه مع بعض دلوقتي. كويس كده؟ طب تسلمه لي قبل الساعه كام؟ قبل الساعه 8 ان شاء الله. خلاص. وكده كده انا ال 15 واحد اللي كانوا حاضرين معايا اهو، ولا التندنت، ولا ال 14 واحد اللي هم دول مسموح لهم بس ايه؟ يسلم. ماشي يا جماعه، اظن طلب سهل جدا بدرجتين، سهلين جدا، لو قعدت عليهم هتجيبهم دلوقتي. طيب تمام. هو الار ايكويفالنت والاكس ايكويفالنت يعني هم جايبين في المساله ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت، ما احنا قلنا بقى بيتجابوا ازاي؟ عامة تمام. ار 1 زائد ار داش 2 واكس ايكويفالنت اكس 1 زائد اكس داش 2. تمام. تمام؟ خلينا اتاكد بس ان ايه البي دي اف دي محطوطه على تيمز عشان تبقى انتوا معاكوا راس المساله. انا هحطها لكم كده واعمل لها زوم شويه، اللي عايز ينقل ينقل، وانا هحطها اتاكد بس ان هي محطوطه على التيمز عندنا البي دي اف نفسها، عشان لو حد احتاج لحاجه. ما حطيتهاش، نحطها كده كده هتلاقوا الاجابات موجوده بس من غير الابروكسيمت، هتلاقوا الاكزاكت ايكوفلنت سيركت هي اللي محطوطه كده كده. اظن ان اللي عايز ينقل ينقل، اللي عايز يرجع تاني للريكوردنج هتلاقوا كده كده المحاضره ريكوردد. بس يا جماعه خلصوا الكلام ده او بعتوه قبل الساعه 8 على تيمز، طبعا بعد اذنكم محدش يبعت لي حاجه على الواتساب. ماشي يا شباب، في حد عنده اي استفسار او اي حاجه عايز يسال فيها؟ ماشي، شكرا، نشوفكم الاسبوع الجاي.